الخفيف يلا يلا على الخفيف صوت والله واحد انتوا بتخرجوا الاطفال سبب انهم ارهابيين انهم ظلموا طفشوا انهم لا احنا في عندنا اطفال بالسلمان بالرياضه ما شاء الله احترام بالموسيقى بكل انواع النشاطات والفعاليات احنا عندنا قدره انه احنا نمشي فيها وانه احنا نطلع صوتنا ونوصل صوتنا لابعد الحدود بس بدنا مين احنا نتابع معنا ما كانش فيه لا خطوبه من النادي ولا كنا نضرب ملعب تحت كله مسامير وهون الوضع صار احسن وفطوبل بتعرفش بس لما ندخل الباب بيكون مسكر ندخل من بين الشباك وبدل ما يفتحوا من بين زي برشلونة اتلتيكو مدريد ريال مدريد سبون طول يوم نتحرك كده شوي نعم نطلع برا فلسطين ان نضل نجيب فوزات يوم الاحد طلعت اربع جمعة هي نطلع جولات المشكلة كانت إنه إدارة الملعب في تدريبات ما قبل الخمسة سمحوا لنا إنه إحنا ندخل أولادنا ويلعبوا في ملعب الضرب ولا في ما بعد الساعة خمسة يعني في التوقيت الليلي بدهم إيانا إنه ندفع لهم أرضية للملعب طبعا إحنا حكينا لهم إنه إحنا شباب متطوعين وعندنا شباب مندربهم كلها مبادرات شخصية وإحنا ما عندنا قدرة وما عندنا الإمكانيات إنه إحنا ندفع لكم أرضية للملعب. اسبانيا من مدينة بلباو قرية بلباو يعني جد بنشكره لأنه هاي جايب لنا بلايز وخطابل جايب لنا 10 خطابل وأواعي على الدكة يعني خلاهم يعني خلوا الأولاد إنه لما هم بيلعبوا هم بيركضوا يحسوا إنه هم لاعبين يعني عندهم أواعي على التدريب يعني كان إشي وهاي ماشيين والحمد لله بدنا لسه كمان بدنا ملعب يعني برضه الملعب بدنا نحس بروح حتى الملعب يعني اول تدريب لنا هان اجت قوه من الشرطه واعتقلوا طفل مسلم عودي هاي ما تدربش مع اليوم عمومه صار بي انه حبس منزل بس حتى يعني اجوا واخذوا حتى ما نحسش بالراحه واحنا بالملعب يعني اي كيكه بيقدروا يجوا ويعتقلوا من الاولاد ليش هم اولاد حي المستاذ بدهم اياهم بدهم مش يفرحوا حتى بالرياضه مش مرتاحين واحنا يعني رمينا الاولاد من الشارع عشان نلعب فوتبول اول شيء اول ما بلش اشتغل طلبت 30 شيك بس بعدها نفس الطلب منكم 2000 شيك اللي ما اقدر اجيبها بالنهايه انا طالب بدرس متطوع اتطوع مني اصحاب متطوعين مدربين بيجوا منهم ما بياخذوش اجر بس الامكان مواد التدريب زي التدريبات اشياء احنا ما بنقدر نوفرهم اياها يعني على اقل الامور يعني احنا حابين مثلا نعمل لهم في الشهر بدل الجوله لهون احنا نطلع جولات هون في المناطق القريبه يعني على حضره الجراس او على كيف العالم عايشة برا للأطفال وهم مش عايشين نوصلهم لمحل إنه يعيشوا هم زي الأطفال برا ولا يعني زي بالخليج وهيك إنه نوصلهم لمحل إنه هم يوصلوا زي برا ولا مساعد لهم لأنه أنا ما عشتش اللي هو عاش اللي هم عاشوا بدي إياهم يصيروا أحسن من أنا ما كنت طفولتي يصيروا أحسن مني نوصلهم يصيروا يعني حابب إنه أوصله ل يعني كيف بيحكوها لأبعد ما يكون حسن بيلعبوا بالفريق الكبير بيلعبوا بالفريق الكبير وبيدربوا الفريق الأصغر عند الفريق اللي بدهم يدربوا الأصغر هم بيلعبوا مع الفريق الثاني برضه وبدهم يدربوا الأصغر يعني جميعهم هو بيدرب وبيدرب يعني بعض يعني هو بعطي وبياخذ